نظمت كلية التربية بجامعة عدن قسم إحياء أو أحياء كيمياء بالتعاون مع مؤسسة مدربون لأجل التنمية وحقوق الإنسان، نظمت حفل تخرج الدفعة 47 من طلبة قسم الأحياء للعام الجامعي 2020-2019. التفاصيل في سياق التقرير التالي. احتفلت كلية التربية عدن بتخريج الدفعة 47 من طلبة قسم أحياء كيمياء دفعة 2019-20، وعددهم 61 طالبا وطالبة، الذي نظمته مؤسسة مدربون لأجلك للتنمية وحقوق الإنسان. وفي الحفل الذي بدأ بآية من الذكر الحكيم، ألقت الدكتورة هناء عبد الرحمن كلمة أثنت فيها على الخريجين المتميزين في هذه الدفعة، والتي تعتبر دفعة الطموح والإصرار. اليوم هم انتقلوا من مرحلة تلقي العلم والتسلح بالثقافة إلى ميادين العمل، وميادين العمل لا أعني بها على الإطلاق ميادين المهنة فقط، وإنما العمل على تغيير صورة الحياة التي نعيشها. فالأمم والشعوب إنما ترتقي بعوالم التغيير التي تنسجم مع متطلبات الزمن، ولا ننسى أن الوطن بحاجة إلى جهودهم وصدقهم بالعمل وسواعدهم الفتية لإعادة إعمار الوطن. بدورهم تقدم الطلبة الخريجين بكلمة شكر لمدرسيهم ولكل أب وأم كان لهم الإسهام الأكبر في تخريج هذه الدفعة قدمتها نيابة عنهم الخريجة وجاد مقبل والخريج أسامة شفيق. طبعا اليوم حفلنا حفل توديع لقسم الأحياء كلية التربية دفعة طموح وإرادة. حابة أني أشكر كل المدعوين وقناة عدن تغطيتها الحضور، وطبعا أشكر الأهالي والدكاترة والداعمين وكل أب وأم وأخ وأخت وقفوا معنا بهذا اليوم. طبعا سعيدة جدا بهذا الحفل وكل من حضرنا. شهد الاحتفال تقديم عددا من الوصولات الفنية الغنائية شاركتهم فيها الفنانة كاميليا عنبر وفرقة كريتر للرقص الشعبي، كما تم في ختام الاحتفال تكريم الطلبة لمدرسيهم بشهادات تقديرية، وبدورها كرمت إدارة الكلية الطلبة الخريجين.